هوس التنقيب عن الآثار وحلم الثراء السريع ظاهرة في مصر، خاصة بين الشباب الذين يحلمون بالانتقال في غمضة عين من الفقر المدقع إلى حياة القصور. حلم للثراء شهدت على إثر الآثار المصرية عمليات نهب وتدمير بلغت قيمة نحو 6 مليارات دولار سنويا بحسب تقديرات دولية، وبسبب اضطرابات سياسية وانفلات أمنية أعقب ثورة يناير من عام 2011. وها هو عام 2016 يختتم أيامه بتكليل جهود ونجاح وزارة الآثار في استرداد 7 قطع أثرية مهمة كانت قد سرقت وهربت من مصر بطريقة غير شرعية، حيث تسلمت السفارة المصرية بأمريكا في الأول من ديسمبر الحالي 4 قطع أثرية تعود للعصر المتأخر، كما تسلمت السفارة المصرية بسويسرا لوحة جنائزية، فيما تسلم السفير وائل جاد سفير مصر بدولة الإمارات مشكاتين من العصر الإسلامي. وزارة الآثار والتي كانت أبرمت في العام الماضي عددا من الاتفاقات الثنائية مع عدة دول يتم بمقتضاها سرداد أي قطعة أثرية تنجح مصر في إثبات ملكيتها لها باعتبارها تمثل جزءا من حضارتها وتاريخها. وكانت مصر قد وقعت في أوائل الشهر الحالي على مذكرة تفاهم هي والولايات المتحدة في مجال حماية الآثار من التهريب، والتي تعد أول اتفاقية توقع عليها الولايات المتحدة مع دولة في هذا المجال، ونموذجا إيجابيا وهاما لوضع قواعد وقيود والتزامات لمنع الاتجار غير الشرعي في الآثار ومواجهة ظاهرة تهريب الآثار التي انتشرت في مناطق كثيرة من العالم خلال الفترة الأخيرة. أهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. زي ما أنا دردشت معاكم قبل الفاصل مباشرة عن الموضوعات اللي هنتناقش فيها في هذه الفقرة الحوارية، وهي فكرة آثارنا، وسموها بقى الآثار المنهوبة، الآثار المسافرة، الآثار اللي عندها إعارة برا في الخارج ولسه ما رجعتش. هي القصة بشقين، الآثار اللي خرجت سواء بطريقة قانونية، وعلى فكرة في آثار طلعت بموافقات السلطات في مصر في أزمنة سابقة وبطريقة قانونية وعقدها سليم، وفي حاجات اتهربت. والشق الثاني فكرة النبش عن الآثار هنا في الأراضي المصرية خصوصا في منطقة الصعيد، بعد الحديث الكثير أن مصر عايمة على بحر من الآثار وكذا، فالقصة ليها شقين، لكن العنوان الرئيسي أنه مصر بتخسر أثرها، بتخسر سياحتها، وبتخسر حضارتها بشكل متواصل. ضيوف اللي مشرفيني علشان نفتح هذا الملف بصوت عالي نحاول إن شاء الله أن احنا نصل إلى طريقة نحافظ بها على أثرنا سواء اللي موجودة أو المصدرة للخارج. معايا دكتور رأفت النبراوي عميد كلية الآثار جامعة القاهرة الأسبق، أهلا وسهلا، شرفت منورني يا فندم. معايا الدكتور علي أحمد علي مدير عام المضبوطات الأثرية بوزارة الآثار، أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا. ومشرفتي الأستاذ أحمد الراوي رئيس الإدارة المركزية للوحدات الأثرية بالمنافذ المصرية بوزارة الآثار، أهلا بك يا أحمد. أهلا عليك. أهلا، الحمد لله. خلينا نبدأ بيك يا أستاذ أحمد وأقول لك إن إحنا كلمة النهب وكذا كلمة تقيلة، بس هو الحقيقة وواقع إن إحنا يعني اتسرقنا كتير، وزي ما انا قلت وحضرتك طبعا افقه مني واخبر مني، في حاجات طلعت بطريقه مشروعه وفي حاجات اتهربت غير مشروعه. خلينا في الاول في المشروع، لان انا بصراحه المشروع ده مش فاهمها قوي. يعني ايه حاجات طلعت بطريقه مشروعه؟ اولا انا سعيد جدا الموجود في قناه الحياه. شكرا كفايه. بطريقه مشروعه يمكن قبل قانون 83 واثناء البعثات الاجنبيه كان في قانون القسمه اللي كان بيسمح للبعثات الأجنبية بقسمة الآثار التي يتم العثور عليها في البعثات الأجنبية، وكانت على ما أعتقد التلت أو التلتين، بشرط أن يكون عدم القطع المهمة ما تخرجش، تخرج الحاجات المكررة. تمام. المكررة. فدي كانت قانونية، وكان المتحف المصري قائم على الكلام ده. إمتى يا ريس؟ لا، قبل قوانين 83، قبل سنه 70، قبل السبعينات. قبل السبعينات وقبل اتفاقيه اليونسكو، لان اتفاقيه اليونسكو كانت سنه 70 ووقعت عليها مصر سنه 1972، وصدر بشانها القرار الجمهوري رقم 114 لسنه 73، وده خاص بشان منع استيراد وتصدير الممتلكات الثقافيه والتاريخيه بين الدول بطرق غير مشروعه. بالنسبه لاختصاصي انا اساسا المنافذ الأثرية بعد قانون سنة 83، والقانون ده أصبح تجارة الآثار مجرمة داخل جمهورية مصر العربية، فأصبح لابد من حماية المنافذ جمهورية مصر العربية سواء برية أو بحرية أو جوية، إنه الآثار ما تخرجش
بالفعل انشئت اول وحده اثريه عام 1986، وشرفت ان انا كنت من اوائل الناس اللي اشتغلوا في الوحده دي، ودي كانت تعني معاينه ما يتم ضبطه بصحبه الركاب المغادرين الى خارج جمهوريه مصر العربيه بمعرفه لجنه اثريه داخل مطار القاهره، وكان الغرض منها تنشيط السياحه وسرعه الانجاز في الاجراءات. تنشيط السياحه ازاي؟ كان للاسف الشديد كان بيتم، انت عارف سعادتك، كان في سياح بيجوا عشان يقلبوا ويجوا، بياخد هو بياخد مقتنيات بيشتريها من خان الخليلي ايا كانت. فطبعا بطبيعه الحال الجهات الامنيه والجهات الجمركيه ليس لها درايه في تقرير عما اذا كانت تلك المقتنيات اثريه من عدمه. تمام. فكان لابد له ان يلجا الى هيئه الاثار انذاك، المختصين، فاصبحت تسهيل، لان كان قبل ما تبقى اللجنه في مطار القاهره كان يعطل السائح 3 أيام أو 4 أيام على بال اللجنة ما تشكل. فكان في عبء كبير. فكان الدكتور فؤاد سلطان آنذاك مسك وزارة السياحة والطيران المدني، وكان الدكتور أحمد قادري رحمة الله عليه، فتم الاتصال بالدكتور أحمد قادري وقال له إحنا عايزين نحل المشكلة في مطار القاهرة لعدم تعطيل السياحة. ممتاز. وبالفعل تم ضبط بعد كده توالت، أصبح الآن حوالي 42 منفذ. إحنا مسيطرين حاليا على 42 منفذ جوي وبحري وجو، وتم ضبط من سنة 86 حتى الآن، بس احنا يمكن ما بنظهرش إعلاميا كتير عشان القضايا، من 60 ل 70 ألف قطعة أثرية تم إحباط محاولة تهريبها، وده ثابت بمحاضر ولدى النيابات والمحاكم المصرية. ممتاز. طيب هرجع لحضرتك ونشوف فكرة السيطرة دي عاملة ازاي، بس أروح للدكتور النبراوي واسأله عن نقطة اللي أنا يعني معلش هي تعباني شوية. أنا لما بسافر برا وبلاقي مقتنياتنا الأثرية موجودة برا في الميادين الكبرى وفي المتاحف الكبرى، الحقيقة بتحصر طبعا، ولما بسأل بشمر دراعي بقى وروحها عشان اكسرها واخدها وارجع بقى يقول لك مش من حقك ده قانوني. صح. تمام. لا مش تمام يا رئيس. تمام يعني ايه؟ هل في حاجة اسمها ان احنا دلوقتي نطالب بانه ما صدر او ما سافر وقتها بطريقة قانونية مش من حق؟ في حاجة اسمها ان انا افرط في اثاري؟ هو زي ما قال الاستاذ احمد قبل صدور القانون رقم 117 لسنة 83 كانت تجارة الآثار مسموح بيها، وكانت الآثار مسجلة عند التجار. مش عارف ازاي الحقيقة عن طريق المتحف المصري والمتاحف. كارثة. مش عارف ازاي الانظمة دي. فللأسف الشديد صدر القانون 117، وكانت عقوبة سارق الآثار أو مهرب الآثار هي جنحة وليست جريمة، إلى أن تم تغليظ العقوبة في سنة 2010 لما طالبنا أن هذه العقوبة غير كافية، فتم تغليظ العقوبة وأصبحت جناية. فبدأت التجارة أو تهريب الأثار يقل، إنما كل عاوز أقول لحضرتك كل متاحف العالم سواء المتحف البريطاني في لندن أو المتروبوليتان ميوزيوم في 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 نيويورك أو متحف اللوفر في باريس، كل متاحف العالم مليانة آثار من مصر. صحيح. من كل فترات التاريخ. أنا عايز أقول لحضرتك يعني تأكيدا على كلام حضرتك، أنا من سنتين أو من سنة ونص كنت في باريس ورحت خدت ولادي ورحت متحف اللوفر. متحف اللوفر متحف عملاق طبعا، يعني متحف على مساحه شاسعه جدا واجنحه واقسام ومش عارف ايه وبتاع، وواقفين طوابير بالالاف المؤلفه بره طبعا، تخش جوه كل الاقبال على الجناح المصري. بالظبط. والله بالزبط. العظيم انا بكلمكم شهاده عين. صح. كل الاقبال الزحمه كده بخلاف الموناليزا بس. صح. يعني الناس تروح بتخش تسال حاجتين لهم فين صوره الموناليزا، تروح تبص عليها، وبعدين فين القسم المصري؟ قسم الاثار المصري. بقيه المتحف اللوفر ده بينش. بالظبط. فمعقوله ابقى انا بخسر وغيري بيكسب سياحه وفلوس على قفايا؟ ومن اثارنا. من طبعا من اثارنا. لان حضرتك تم تهريبها يعني قديما قبل صدور القانون، وفي كمان يعني بالخلاف الطرق غير الشرعيه اللي كانت بتهرب بيها الاثار، عندنا طبعا حاجه اسمها الحقيبه الدبلوماسيه. لسه انا سمعت من الاخوه الزملاء ان هي بدات تفتيش الحقيبه الدبلوماسيه في هذه الايام، بس قبل كده كانت بيتم تهريب كل اثار مصر والعالم الاسلامي كله والعالم العربي الى الغرب عن طريق الحقيبه الدبلوماسيه التي لا تفتش. لدرجه حضرتك ان هم هربوا واجهه قصر في سوريا اسمه قصر المشتى في سوريا، موجود في برلين دلوقتي في متحف برلين. المسلات ال 17 ولا 19 مسله المصريه اللي موجوده في ايطاليا وفي امريكا تم تهريبهم برضو عن طريق معظمهم عن طريق الحقيبه الدبلوماسيه. فدي كارثه طبعا، لان الحقيبه الدبلوماسيه ما كانش بيتم تفتيشها نهائيا. صحيح. فدي حضرتك يعني دي زي ما قلت حضرتك دي
خطوة مهمة دي في منتهى الأهمية. يجب أن تعقد اتفاقيات بين الدول أن كل دولة تسترد أثرها، تسترد أثرها، أو يعني إذا تعذر ذلك فيحطوا بينهم اتفاقيات بحيث أن البلد صاحبة الأثر تاخد نسبة من دخل يعني يحددوها. يبقى احنا كده يجيب لمصر دخل كبير. لو خدت 1% باللي بيخش في اللوفر يوميا ده انا متحف العالم كله ديون مصر. لما لو دخلت المتروبوليتان ميوزيوم حضرتك هتلاقي على في المدخل معبد مصري قديم، حتى يعني منظر. ايوه ما هو ده اللي يخليك فعلا تسال لو انا سايح باجي مصر ليه؟ بالظبط، انا كل اثار مصر موجوده عندي بره. بالظبط، اروح لمصر ليه؟ مصر ليه؟ اروح المتحف المصري ليه؟ فلازم مصر تتحرك والعالم العربي كله يتحرك ويعملوا اتفاقيات مع الدول دي بالذات. هل ده ينفع؟ يجوز. طبعا ده حقنا. ما هو انا هاجي دلوقتي اقول لك انا هاخدها منك بالقانون. ما هو في حاجات رئيسك اللي قبل كده، في حاجات مش اللي قبل كده، اللي قبل كده قوي يعني هو اللي مديهم لي. في حاجات غير بطريقه غير قانونيه غير شرعيه، وفي حاجات كانت في حاجات غير شرعيه غير قانونيه. فلازم دي اثارنا واثار مصر. لا بس الفكره حضرتك قلتها دي فكره حلوه، انه على الاقل اذا لم استردها ناخد حق الملكيه الادبيه والفكريه بتاعتي. بس يبقى دي معروفه دي مصريه، ولكن بنسبه من الدخل ترسل الى مصر. طبعا هتحل يعني هتحل مشاكل كتيره جدا كتير وهتجيب دخل كبير جدا. طيب خلينا نروح للدكتور. طيب. اولا اسمع رايك الدكتور علي في هذه النقطه وبعدين نتكلم فكره بقى المضافات. اول حاجه انا متفق مع حضرتك تماما، انا شعرت بالحزن وكدت وابكي لما بشوف الاثار بتاعتي موجوده بره. اللي اقدر اقول عليه انها سرقات مشروعه. صحيح. بمعنى كانت هناك قوانين تبيح الاتجار بالاثار، انا بتكلم على ما خرج بطريقه بين قوسين شرعيه قبل 83. صح. انا كان عندي قانون رقم اول قانون للاثار 14 لسنه 1912، كان يعتبر الاثار ملكيه عامه اموال عامه ولكنه كان يبيح الاتجار. قانون رقم 215 لسنه 1951 اموال عامه ويبيح الاتجار. المتحف المصري كانت به قاعه لبيع الاثار. تجار الاثار، ما انا بقول لحضرتك انا بتكلم انا بتكلم في نقطتين. لا لا حضرتك بتقول عن ناحيه وقائع. عن ناحيه القانونيه، لاني من خلال المضبوطات ومن خلال قبل كده كنت اتولى استرداد الاثار، هناك اشكاليه. كان لدينا قانون لما بكلم الجهات دي او الدول دي الرد بيبقى ايه؟ خرجت من مصر بطريقه شرعيه. يقول لي اثبت لي انها طلعت من عندك اول حاجه بطريقه غير شرعيه، تاني حاجه يجب ان يكون خروجها بطريقه غير شرعيه قبل 1970، لان 1970 هي اتفاقيه اليونسكو. ما خرج قبل 1970 هو اتفاقيات وديه بيني وبين الدول بطلب منهم، لا يوجد غطاء قانوني يبيح استرداد هذه القطع، ولكن بعض القطع تم استردادها وخرجت قبل 70 نتيجه علاقات دبلوماسيه. انا كمان سمعت جمله في التقرير مش عارف حضرتك تؤكدوها لي، جمله استغربتها جدا لما قال لك انه بعض الدول بتقول لك اثبتوا لنا ملكيتكم لهذه القطع واحنا نرجعها لكم. ما انا في حاجه اسمها كده؟ ما انا بقول لحضرتك يعني هو في فراعنة مثلا اسكتلنديين يعني اسم الجمله برضه التايه اثبتوا لنا ان توت عنخ امون هيبقى بتعمين. ما هو بيتكلم على ناحيه قانونيه. استعمار. لا ده استهبال مش استعمار. هو ما بيتكلمش على ملكيه فكريه. نيفرتيتي هيبقى سويسري. هو ما بيتكلمش على ملكيه فكريه، ولكن هو بيتكلم على مقتنى حصل عليه بطريقه شرعيه او اشتراه او كان ناتج. هو هنا دكتور مش ما كان شرعي وقتها دلوقتي مش شرعي؟ يعني ما كان مقبول بالقانون او بالاتفاقات الودية وقتها في قوانين احدث جت وجبت. القوانين لا تطبق باثر رجعي، دي الاشكالية. القانون لا يطبق باثر رجعي. تاريخ خروج هذه القطع من مصر امتى والقوانين التي كانت مطبقة؟ طب ما يمكن المشكلة في صياغة القانون يا دكتور. يعني مثلا انا هضع على فكرة انا ملفتي انتوا الاساتذة اللي تقللوني كلامي. العفو يا فندم. يعني لو القانون الجديد اللي اتعمل او حتى ان شاء الله قانون جديد يتعمل او اتفاقيه يونسكو جديده تتعمل تقول انه الاثار ملكيه دائمه لدوله المنشا او الدوله اللي هي اتعملت فيها هذه الحضاره صاحبه الاثر وكذا وكذا وكذا، وبالتالي لا يجوز الاتجار فيها قبل وبعده، انه على الدول انها تعيد القطع لاصحابها مش عارف ايه الا باتفاقات جديده يبقى فيها زي ما قال الدكتور فكره نسبه او مش عارف. يعني في النهايه نرمي على اللي ورا بشكل ما. هو فكره نسبه مش هيوافق عليها لانه بيدعي ملكيتها. لو اتفق ان هو يديني نسبه بمعنى ان هو بيتفق معايا ان هي طلعت من عندي بطريقه غير شرعيه.
هو بيحاول يلف على موضوع النسبه دي. لا بطريقه شرعيه بس بتاعتي. هو 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 حضرتك هو حضرتك. لا بس انت عارف عارفين يا استاذ انا يعني عامله زي ايه؟ عامله زي مثلا الافلام السينمائيه. سيبك من الاثار اهي وفيلم سينمائي ممكن في جهه تشتري الفيلم. يعني مثلا احنا كان عندنا افلام في ماسبيرو، في جهه اشترت مجموعه افلام من ماسبيرو هي اللي بتعرضها دلوقتي. بس الشراك للفيلم خلاص انت شاريه وعقد مسجل باسمك، ما يسقطش ملكيتي انا الفكريه ككاتب الفيلم بالظبط او كمخرج الفيلم او كما مش عارف منتج الفيلم. فانا قصدي كده خلاص يا سيدي انت اشتريتها مني بطريقه شرعيه بس في النهايه بتاعت حضارتي انا. ما ينفعش انت هو بيعترف تاخد المكسب كله لوحدك. هو بيعترف انها ملك الحضاره المصريه ولكن الحقوق الماديه ما بيعترفش بيها، وممكن يعمل خط يلف عليها بشكل منح واعمال ترميم. معلش اي حاجه دي اي مصلحه. لا دي موجوده، دي موجوده في بيع منح ودورات تدريبيه بتتم في الخارج سواء المتحف البريطاني سواء اللوفر. ثانيه واحده، كل ده تفضل يا دكتور. حضرتك يعني رغم كل اللي تهرب من مصر ورغم ان متاحف العالم امتلأت بالاثار المصريه عبر فتراتها التاريخيه من العصر الفرعوني حتى يومنا هذا، فانه في مصر حاليا قطع من الاثار فريدة من نوعها غير موجودة في أي متحف من متاحف العالم. دي تستدعي قدوم السياح إلى مصر لرؤية هذه التحف. عندنا نوادر مش موجودة في أي متحف من متاحف العالم. فدي برضو طبعا دي نقطة مهمة بس برضو ده ما يخلينيش أتخلى عن الأثار. خد بالك حضرتك، نعمل لها دعاية عشان خد بالك أنت لو سايح يا دكتور انت مش جاي تتفرج على ال 7000 مليون 542 قطعه اثريه بتوع مصر. انت في النهايه جاي تشوف ملمح. بالظبط. فلما انا اروح اللوفر واشوف مش عارف تمثال ايه مع جدار ايه مع مسلد ايه بالنسبه لي زي الفل كده. يعني مش عايز انزل اعمل احصاء لكل قطعه اثريه في مصر، انا عايز اشوف مظاهر الحضاره الفرعونيه. فلو لقيت منها ما يكفيني في هامبورغ ولا في فرانكفورت ولا في برلين ولا في فرنسا ولا في امريكا زي الفل كده بالنسبه لي خلاص. انا فاكر زمان حضرتك كان بيجي سياح معينين عشان يزوروا يشوفوا قطع معينه. لا دول المتخصصين، دول المتخصصين دول الخبراء ودول المتيمين بجمع مش عارف الايه. لكن انا بتكلم على السياحه العامه، انا عايز يعني ملايين السياح. بالظبط بالظبط. يعني انا والله العظيم زي ما الدكتور علي كده انا كان كوايا الحسره وانا واقف في الطابور بتاع اللوفر، واقف ساعتين ونص واقف ساعتين ونص في الطابور بتاع اللوفر انا وبناتي واقف عامل كده اهو عشان اخش اتفرج على حاجتي. بالظبط. دي مصيبه سوداء وعماله ودفعت تذاكر قد كده باليورو، انت عارف اليورو دلوقتي ب 20 جنيه. مش سهله. فلما ادفع ثلاث تذاكر بتاعه واخش اتفرج على حاجتي، لكن ممكن اخد تاكسي هنا ب 10 جنيه واتفرج عليه. بالظبط بالظبط. الواحد يعني بيحزن. للاسف. طيب هنرجع تاني لفكره المنافذ. بعيدا عن الحاجات اللي طلعت بتاعت المشروع، احنا بنتكلم دلوقتي على التحايل. قول لي اهم اساليب التحايل اللي محاوله مهربي الاثار بيعملوها عشان يتغلبوا على سيطرتكم على المنافذ. اساليب التحايل طبعا هضيف حته بسيطه عن الحقائب الدبلوماسيه لان موضوع مهم جدا. بعد في اثناء ثوره 25 يناير وتحديدا يوم 28 يناير تم سرقه المتحف المصري 54 قطعه من مقتنيات توت عنخ امون. ثاني يوم على طول انا اتذكر عملت عممت نشرات الى جميع المنافذ الجمهوريه للجهات الامنيه والجمركيه بضروره تفتيش جميع الحقائب الدبلوماسيه. طبعا واجهتنا مشاكل عديده طبقا لاتفاقيه فيينا اللي هي سنه 70 طبعا، ولكن وضعنا لها شروط مع وزاره الخارجيه بشرط وجود مندوب بالمراسم وزاره الخارجيه ومندوب الخارجيه بالمطارات والمنافذ ومندوب الاثار ومندوب الجمرك ومندوب الامن. وبالفعل يمكن كان اثناء الثوره اول وزير خارجيه تم تفتيشه لافاروف وزير خارجيه روسيا وتوالت التفتيش. كان معاه حاجه؟ لا لا كان معاه حاجات هدايا. لا تم معاينتها ومثبتها بالمحاضر. تمام. وحتى رئيس العراق تم برضه تفتيش الحقائب الدبلوماسيه بتاعته. تمام. اطمن حضرتك وضبطنا حاجات في السفاره الامريكيه بس كانت في منتهى السريه ولها قضيه. فالحقائب الدبلوماسيه كانت ده الخلفي دلوقتي تحت السيطره تماما. تمام. اما بالنسبه التحايلات بقى التحايلات يعني اتذكر مثلا في بريد رمسيس في منافذ بريه بنسميها الجافه، يعني حتى الطرود البريديه فيها تحايل. يعني في مره من المرات كان في واحد في طرد لقناع توت عنخ امون وهو المقلد ومفتش الاثار اثناء معاينه القناع وجدوا ان الماده لا تتناسب مع الوزن. الماده من الجبس فهو خفيف، ولكن عندما رفعوا في الوزن فكان ثقيلا، فقلت لهم لازم يتحط في جهاز الاكس راي.
فتم وضعه في جهاز الاكس راي. هنا بقى انت بتستخدم بالظبط السنس بالظبط الوزن اللي مش ماشي مع المنتج اللي موجود في المواصفات كده. الاكس راي اوضح فيه تمثال من الكتله داخل قناع توت عنخ امون. قلت لهم اكسروا القناع، كسروا القناع بالفعل القناع، فوجدوا تمثال كتله كسر الاسمنت كسر خلاص، فوجدوا التمثال من الكتله يرجع الى العصر الاسري 26 نهايه العصر الفرعوني، سموه العصر الصاوي. ده يتباع بكام ده يا ريس؟ والله احنا بالنسبه لنا لا يقدر بمال. لا طبعا ما انا عارف، بس يخش في ملايين. انا بقول لك يعني بيخش في ملايين الحته دي، يعني يمكن في سرير الملك فؤاد اتضبط في مطار القاهره سنه 93، السرير اللي هو المهد وده سرير هو صغير ومعروض في المتحف المصري دلوقتي في معرض المضبوطات الاول للمضبوطات الاثريه بالمعلومه المصريه. كان بيتهرب سنه 93 93 كان اعترف اللي هو كان مهرب ان هيبيعه ب 5 مليون جنيه سنه 93. 5 مليون جنيه اللي هو دلوقتي يساوي 50 مليون جنيه بالظبط كده. برضه من الوسائل يعني مثلا في شحنه كانت بصل رايحه الاردن عن طريق نويبع، بصل داخلها اثار، تم ضبط 24 تمثال. ده عامل البصل ده عشان ايه؟ لما تيجي تقرب تعيط. في من اهم الضبطيات برضو كانت ضبطيه في ميناء دمياط، احنا مسيطرين على كافه المواني. كان في شحنه لمناديل الهندي ورايحه تايلاند. طبعا ده احنا ما بنشتغلش لوحدنا، طبعا في جهات امنيه وجهات جمركيه على اعلى مستوى. فطبعا مناديل هندي رايحه تايلاند ودافع 30,000 دولار، طب هتتباع بكام؟ فرجال الجمارك وجدوا ان السعر غير مناسب اللي هيبيع به هناك. فتم تفتيش المناديل فوجدوا داخل الحاويه اربع صناديق فيها 1200 قطعه اثريه. 1200؟ 1200 قطعه داخل اربع صناديق. 1200 وداخل طيب فحم بس. متهيألي في ناس كمان اثريين ومسؤولين في وزاره الاثار تم ضبطهم الفتره اللي فاتت بيشتغلوا على الليله دي. بالظبط، هو احنا بنتكلم على شفافيه في الاداء. يعني الموضوع اللي هو الأهم بالنسبة لي وأحد نجاحات الإدارة الحالية للآثار المصرات ده المشكوات اللي كانت مسروعة من مخازن متحف الحضارة. ثلاث مشكوات مشكوك، مشكات برقوق، مشكات السلطان حسن، واحدة ثالثة عليها رنك الاحضار تحت من رقم إدارة متحف 641. يعني دقيقة من منبر حضرتك أوجه الشكر لمن عمل بدون مقابل حبا في الوطن. دكتورة دوريس أبو سيف اللي بعتت لنا الصور، لأن هي بحكم وجودها في لندن اتعرض عليها الصور. أوكي. فالقطع دي القطعتين منهم موجودين في كتالوج المتحف الفني الإسلامي قبل ما يروحوا متحف الحضارة. بعتت لنا الصور، فكان في البداية أبحث عليهم موجودين في المخزن. ففكرة موجودين في المخزن بدأت الشكوك تحوم، لأن لا يمكن أن يتم الترويج لقطع مقلدة في الخارج لأن هناك خبراء. صحيح. بناء عليها تم ضبط المطاردين ومباحث الآثار. المقدم علي العمار عمل جهد كبير. هناك من اكتشف إحدى المشكوات أستاذ دكتور مجدي علوان من أداب أسيوط عمل تقرير علمي يدرس أن القطع الموجودة مكانهم قطع مقلدة، ودكتور نادر عبد الدايم نفس الموضوع من آداب عين شمس تقارير كان عمل. شوف حضرتك الموضوع صعب ازاي عشان كان تكتشف كان بالزبط. كان عمل أنا أشكر كل من ساهم فيها. منظومة عمل محترمة. دكتور نادر عبد الدايم، دكتور مجدي علوان، دورس أبو سيف، الإعلام ومنها خالد مبارك في الأهرام. القضية غطت كما يجب أن يكون، وتعاملنا باحترافية من خلال الإنتربول ومن خلال مكتب التعاون الدولي مع مكتب وزير العدل ومن خلال الخارجية، وتم حصر القطع، قطعة في لندن وصلت لندن وقطعتين في الشارقة. الشارقة في دبي في الإمارات في الإمارات، والثلاث قطع جم. وده موجودين فين دلوقتي؟ موجودين، تم استلامهم وتم إيداعهم وزارة الآثار. مش متحف لا هو هيتم عرضهم في احد المتاحف. طيب. فور افتتاحها. طيب اسمحوا لي هروح لفاصل، وبعد الفاصل هرجع اسال ضيوفي كمان، وهبدا بالدكتور رأفت. وفكره كمان انا عارف ان احنا اثرنا في مصر كتير ومتاحفنا كتير ومخازن الاثار كتير، والسؤال هنا ازاي اثار زي ما الاستاذ احمد قال اثار لا تقدر بثمن، يبقى بيحرسها غفير بياخد 62 جنيه ونص في الشهر. بس بعد الفاصل. بنحاول استردادها او التي
نهبت أو حتى التي ينبش عنها في الأرض المصرية. وكان سؤالي للدكتور رأفت قبل الفاصل هي فكرة برضو المنطقية في أنه أثار لا تقدر بمال سواء من حيث الحضارة أو الكنوز الأثرية أو حتى الفلوس الحقيقية لو بيعت بيها وحمايتها وحراستها على الحقيقة، وأنا متعاطف معاهم، على غفير واقف بنبوت بياخد 100 جنيه في الشهر. الحقيقة حتى لو يعني استغفر الله العظيم يعني نبي واقف لازم بالظبط هيحصل له مشكلة. فعلا أثرت نقطة في غاية الخطورة اللي هي مرتبات العاملين في وزارة الآثار. حقيقي يعني المرتبات يعني متدنية جدا، لازم نديهم ياخدوا فلوس أو ياخدوا مرتبات علشان ما يسرقوش الآثار، عشان يحموا الآثار، عشان يحافظوا على الآثار، عشان ما يتمش إغراءهم بالمال. بالظبط حضرتك. فدي ده فعلا العاملين في وزارة الآثار أنا بقول بعترف إن هم، وهل المفروض اللي يقف على الآثار ده في متاحف مفتوحة بالظبط، مش بقى سيبك المتحف المصري وله بوابة وإغلاقه وجبناته ومش عارف إيه، ده في حتت في ملاوي وفي الصعيد يعني، وانت ماشي كده على مدد الشفكة اثار مرميه قدامك. انا عاوز حضرتك واحد واقف على بقى كرسي خشب كده بنبوت وعلى خده. اولا حاجتين، لابد من تدريب حراس الاثار تدريبا جيدا، ويستحسن او يفضل ان يكونوا حاصلين على مؤهل متوسط ويمنحوا مرتبات عاليه وياخذوا دورات تدريبيه تمام في اهميه الاثار والمحافظه عليها وزيادة عددهم طبعا. طب هل الناس دي بيتم حصر الموجودات اللي عندهم يعني مثلا كل أسبوع في جهة بتنزل في عند الغفير المعين؟ متابعة من قبل المسؤولين في الوزارة. ما سيبك المسؤولين من الوزارة يا رئيس. لا مفروض مفروض ده أنا بقول حاسس المفروض. لا أنا ماليش دعوة بالمفروض، أنا بتكلم على القائم. أنا دلوقتي متحف مش عارف فين قطعة أرض فيها كذا كذا ومسؤول عنها غفير كذا، مين بيروح كل أسبوع يجرد ويشوف ايه اللي ناقص وكذا؟ لانه انت عارف المثل اللي بيقول لك المال السايب بيعلم السرقه، بيعلم السرقه. لو انا ما فيش حد بيجي يجرد عندي الحاجات ومش عارف ايه تابع عليها كل اسبوع هطلع لي حته فين؟ منطقه الاثار المسؤول هو اللي المفروض يتابع، منطقه الاثار اللي تابعه للمكان هي المسؤوله. كل منطقه مصر فيها مناطق عديده من المناطق الاثريه، كل منطقه لها مدير منطقه ولها عدد من المفتشين ولها عدد من الحراس، هم دول اللي المفروض يجرد ويتابع ويشوف الحفر الخلصه ويشوف بس في مرور بالظبط المواقع الأثرية. فكرة الموارد، معلش أكمل الحوار. أنت أنا آسف يا دكتور. مرور بجد؟ مرور بمعنى مرور. إيه؟ ما هو أنا مرور ده ممكن أنزل أبص وأشوف إيه الأخبار وأعمل كذا، غير لما أبقى نازل بلستة مدققة قايمة كل حاجة مكانها فين؟ بالزبط. رقمها إيه؟ بالزبط. بشكل إيه؟ ما ممكن يكون وأنا معدي حاجة اتبدلت. ده دي مكان مثال شكله. ومش عارف ليه لازم عهد ناس عهد على فكره في انا عارف انا قصدي اللي ينزل ما ينزلش الجبر خواطر بالزبط. يبقى نازل بجد ويشوف كل قطعه بجد ورقمها بجد وشكلها بجد ومواصفاتها الفنيه، هو مسؤول عليها، هو مسؤول عليها بالظبط. ففكره المرور في مرور فعلي ده موجود، بس ما باكد لحضرتك ان احنا عندنا حوادث وباينه وكان في قطع مسروقه وتم الابلاغ عنها وفي قطع اتصلت بره وجهت لان تم الابلاغ عنها وقضايا متاحه. المرتبات انا بتكلم على حد ادنى 1200 جنيه وغير كافي وغير كافي تمام. لكن تمام. في اشكاليه انا تمام. وزاره تمام. تمويل ذاتي يعني انا دخلي كان قائم على السياحه، فلما تاثرت السياحه انا كل شهر بستلف من الحكومه عشان مرتبات العاملين. مرتبات العاملين لا توازي، وباكد لحضرتك مخاطر العمل، لان عندنا 2 تم اطلاق النار عليهم وتوفوا نحسبهم من الشهداء في دير البرشا. عندنا زميل لينا دفاعه عن متحف ملوي قتل. في 2013 اقتحام متحف ملوي. فالمرتبات التي يتقاضاها العاملين في الاثار لا 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 لا, 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 لا توازي المخاطر او المسؤوليه التي يتعرض عليها. صحيح. ولكن في طريقه سهله دكتور ودكتور رأفت ويا استاذ احمد، في حاجة يعني الناس اكتشفها من زمان وهي فكرة الكاميرات المراقبة. يا ريت المراقبة يعني بدل ما يبقى غفير واحط على الغفير غفير وانزل على الغفير مراقب وبتاع، موجودة في المتاحف الكبيرة والمتحفية اللي اتبنت جديد اللي بناها. ما انا بقول حاجة المتاحف الكبيرة حتى مش بالقدر الكافي. فكرة الكاميرا عندي منطقة الهرم محاطة بأسوار وفيها كاميرات منطقة الهرم. أتمنى لأن احنا عندنا حقيقة، ولسه زمايلي دلوقتي مفكرني في الكنترول، زميلنا الصحفي محمود صلاح اللي هو كان رئيس تحرير اخبار الحوادث في اخبار اليوم، عمل مره مغامره وقت فاكرين سرقه لوحه الخشخاش، زاره الخشخاش بتاعت عمل مغامره ودخل متحف، دخل المتحف اخر ساعه قبل ما يقفل،
وقفل المتحف وهو فضل جوه بات وقعد مش يلعب، قعد يتسلى بالحاجات خلاص براحته بقى، المتحف مفيش بني ادم معاه جوه صح، ونام وصحي والدنيا فتحت وتاني يوم خد فطر وخرج عادي جدا زي السلام عليكم. فهي الفكره انا بقول لك انه مراقبه الكاميرات هتتكلف قد ايه ان انا احط كاميرات في كل مناطقنا الاثريه، بس هتوفر كتير. هتوفر فلوس كتير، كتير كمان. واموال كتير بتتسرق بالزبط. وناس زي ما بيقول الدكتور بتتقتل وترصد كمان لو حصل ولو حاجه اتسرقت اعرف اجيبها بسرعه بالظبط زي ما حصل في الحادثه بتاعت الكنيسه البطرسيه، تاني يوم عرفنا مين بالزبط. وفين وكذا والكاميرا جايبه كل حاجه. انا عندي فهل الاثار ما عندهاش امكانيه انها تحط كاميرات على المنطقه؟ انا عندي منطقه الاهرام محاطه باثار وكاميرات، لكن لو هتكلم على جبانه زي الاهرام، الاهرامات اهرامات الجيزه صباح الاهرام ده الناس هتسرق الاهرام يا ريس. ما انا بتكلم على في مقابر، ما في مقابر ومخازن، انا عندي مقابر بس مين اللي بينزل المقابر؟ قليلين قوي اللي بينزلوا المقابر دول. لا مفتوحه للزياره وفي مخازن، بجد مخازن في مخازن المقابر دي مفتوحه للزياره؟ اللي هي مقابر شرق الهرم بالتحديد، شرق الهرم الكبير. لا انا ما اعرفش، لكن في نقطه ثانيه انا بكلم حضرتك على جبانه زي جبانه منف سقاره، هاخدها من اول ابو صير لحد دهشور، دي كلها قطعة واحدة. الامتداد بتاعها يتجاوز 45 كيلو. أوف. فأنا بكلم على حضرتك، أنا اللي بفكر فيه. أنا مستحيل حد يعرف يلاقي المسافة. ما هو ما هو ما هو لحضرتك العدد قليل طبعا. وغير الأعداد، أنا بتكلم على منطقية، أنا ممكن أحكمها في منطقة زي منطقة الأهرامات. أهرامات الجيزة ممكن منطقة صغيرة أبدأ أعملها. عندي المخازن، يعني حضرتك قلت هو مين اللي هياخد هرم، أنا عندي المخازن المتحفية محاطة بأسوار وفي منطقة مضاءة وفيها كاميرات. فهي الـ 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 الإشكالية في الآثار المصرية شساعة الموقع الأثري، ودي إشكالية. يعني أنا كنت بفكر أحيانا طب أنا ما ينفعش أجمعهم يا دكتور الستلايت؟ لا ما ينفعش أجمعهم، ما أنا بسيب حتة منطقة آثار مفتوحة على مسافة ثانية واحدة يا دكتور، على مسافة 45 كيلو، ما هو أنا كده بعمل استحالة لتأمينهم ومراقبتهم. حتى فكرة إن أنا أخليهم كمزار سياحي، ما فيش سايح هقول له أضرب ال 45 كيلو عشان تتفرج على كذا، يعني أعملهم مناطق مجمعة. ما أنا بكلم هل يمكن نقلهم؟ هي جبانة مرتبطة ببعضها، مرتبطة طبعا. أنا عندي أهرامات وحول الأهرامات مقابر، لا يمكن نقل هذه القطع، أو ما أقدرش أنقل الهرم، ما أقدرش أنقل الجبانة. آثار ثابتة، ولكن هي آثار ثابتة، ولكن اللي أنا بعمله دلوقتي متحف الحضارة في كمية مخازن هتكفي جميع المخازن المتحفية. ما أنا مش عايز مخازن برضه يا دكتور، ما أنا بتكلم أنا فرحتي بالآثار إنها تحبس المخزن. لا لا سيبه، أو الجبانة، أو الجبانة يعني مثلا في تعرف طبعا تل اليهودية اللي في شبين ده، روح هناك سويقة بمعنى كلمة سويقة، مفتوحة ومرمية في الأرض ولا رقابة ولا حصر ولا هوا، روح هناك اتمتع. المخازن المتحفية دورها بالظبط ان هو نقل قطع الثري. انا برضو عايز اوصل يا دكتور لمنظومة فكر اعلى من فكرة ان انا احافظ عليهم في المخزن. ما هو المخزن دايما انا بحبسه، بس في حاجة هل منطق المنطقي ان اثر المنقول المنقول يعني الخاتم الالماظ لو في ايدي اهو زي الفل، لكن لو في الدرج يبقى استفادته. لا ما انا هقول لحضرتك هو ده اللي انا بقوله، انا بتكلم على المنقول بيدخل المتحف المخزن المتحفي ما له قيمه للعرض، بيتعرض وفي جميع المتاحف تم اختيار قطع. انا عندي المتحف المصري انا بس الكبير. معلش انا محترم وجهه نظري، بس انا رايي انه ما فيش حاجه اسمها ما له قيمه، اي قطعه اثريه ليها قيمه. لا بس في لو مش ليها قيمه طبعا في حاجات بتتفوق على حاجات مش بس انا قصدي ان مصر ما ينفعش تخزن اثار مرتبطه باماكن معروفه. بالنسبه للاثار الموجوده في المخازن بتفوق عشرات المرات المعروضه في المتاحف، علشان نعرض الاثار الموجوده في المخازن محتاجين قد المتاحف الموجوده حاليا 10 مرات. طب ومال؟ لا ما عند ظروف مصر لا تسمح بالمتحف المادي. المتحف الكبير يا استاذ يا فندم، هو مش عايزين نكمله، انا مش فاهم اعمل حاجه لوزعيه يا دكتور، ولا لو عملت بنايه كده وبتاع، لو كل حي في محافظه ولا كل منطقه ومش عارف عملت مبنى بس المنطقه بتاعتها موجود حضرتك انت عامل هيجيب دخل وهيعمل ده. وانت راح ان المخازن الموجوده المتاحف النظر في المخازن المتحفيه الحاليه بالظبط كده، لان احنا محتاجين الى مخازن متحفيه حديثه حسب المواصفات العالميه. انا قلت لحضراتكم في الفاصل ده رحت المخزن بتاع متحف التحرير لا احنا هنعمل والله العظيم لو مخزنين روبابيكيا هتتخزن بطريقه احسن من كده. عشان كده حضرتك لابد ان تكون فيها المواصفات تتعرض تتحفظ في المخازن بطريقه علميه سليمه، تحافظ على التحف من التلف او عوامل الاخرى، بحيث ان الـ اي مسؤول عن التحف يمر في المخازن
دون ان تتاثر التحف وعلى ان تسجل جميع التحف الموجوده في المخازن. لا هي مش فكره التخزين دي في حد ذاتها انا مضايقها. هي حمايه ليها في المقام الاول. وانا بدعو حضرتك للزياره، بدعو حضرتك مترتبه ومتهيئه كويس. انا بدعو حضرتك لزياره المتحف الكبير، مشروع المتحف الكبير ومتحف الحضاره. تاكد تماما ان فكر مختلف تماما، وكل ما له قيمه يستاهل العرض هيعرض. وانا عندي متاحف اقليميه، انا عندي متاحف اقليميه بيعرض فيها متحف ملاوي، ما هو متحف اقليمي. طيب النقطه الاخيره اللي عايز اناقشها عشان الوقت خلاص بيخلص، نقطه متعلقه بفكره الهوس اللي موجود عند كتير من المصريين خصوصا في مناطق الصعيد وجنوب مصر في فكره النبش. وهم طبعا هو مش وهم قوي يعني، يا ظاهره عامه في مصر كلها في ناس بتلاقي برضه ما اقدرش اقول وهم. سيبك الوهم ده رسالة التليفون وبتاع الهبل اللي بيحصل ده. لكن في بعض الناس بتقول لك مش عارف ايه نبش تحت بيته، لا بالظبط مش عارف كذا. اولا ازاي نشتغل على الوعي الثقافي للناس، ده رقم واحد. رقم اثنين، طيب لو فرضا انا نبشت تحت بيتنا وطلعت حته، لازم انا في النهايه اجبرك ان انا اسلمها للدوله ضروري. لان مش هتلاقي. لا ضروري ده من حيث الجدير يا دكتور. انا بتكلم على القانون. ازاي الاقي كل الابواب مصاده، لا اعرف ابيعها هنا ولا اعرف اهربها بره ولا تاجر ياخدها ينقلها لي بره مش عارف ايه، فبالتالي ما بقاش بديل غير ان اروح اسلمها لوزاره الاثار. اولا لابد من توعيه السكان المحيطين بالمنطقه الاثريه وتعريفهم ان المكان المتواجدين فيه مكان حضاري ويدر عليهم. لازم نشركهم يا استاذ تامر في المسؤوليه التامه، ده رقم واحد. توعيتهم بان الاثر بيتسرق وبيطلع بره، بتستفيد به دول بتستفيد وهي بتبقى غنيه جدا، وانت للاسف الشديد بتزداد فقرا من التراث بتاعك. فمن هنا يبدا الوعي. الوعي نبدا بالمدارس والاطفال، نعرفهم الحضاره يعني ايه. في ناس ما تعرفش الحضاره يعني ايه، ولا هو عارف الهرم غير كده مفيش. ده كلام مظبوط. ده لازم توعيه لجميع الشعب. انت عارف حضرتك نسبه الاميه، والاميه مش الاميه القراءه والكتابه، لا لا لا, لا, لا الاميه الثقافيه نفسها. طيب دكتور فيما يتعلق بالقانون بقى. انا عندي قانون 1983 اللي هو قانون 117 وتم تعديله. يعني انا عايز افكر على الارض حضرتك. اكيد في الارض اكثر مني درايه وطبعا. الاثر هي اموال عامه. لا ثانيه واحده دكتور، انا عايز اجيب من الاخر زي ما بيقولوا. عارف الزتونه؟ عارف المثل اللي بيقول لك عايز اجيب الزتونه؟ الزتونه هنا انه المواطن الغلبان ده اللي ملوش علاقات وملوش اتصالات، المواطن الغلبان حد عنده بيت صغير كده بالصدفه نبش لقى حته اثر، هو بيعمل ايه؟ ايه التصرف اللي بيعمله؟ مين اللي بياخده منه؟ عشان انا احاول امنع ده. انا هكلم حضرتك من خلال قضايا حضرتك. هكلم الوعي ده جزء يا دكتور. انا لقيت دلوقتي حته البتاع دي وما عنديش وعي وما عنديش ضمير وعايز اكسب منها وابيعها، هعمل ايه؟ هتكلم من خلال قضايا تم ضبطها. فهناك من يجمع على المستوى الفردي، بيجمع قطع كويس. القطع دي اؤكد ان في مافيا للاتجار في الاثار وتهريب الاثار. لازم اؤكد ان القطع الاثريه لا يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي. القطع طالعه عارفه رايحه لمين وهتطلع ازاي. هو احنا بقى مش عارفين. فانا هقول لحضرتك انا هقول لحضرتك يعني ده السؤال. هم عارفين في يناير، احنا عارفين في يناير 2012. في يناير 2012 تم ضبط مواطن تركي في مطار القاهره بالظبط كده مع بعض القطع الاثريه. واول ما اتضبط قال ده انا مشتريها من خان الخليلي. لجنه من الاثار من عند استاذ احمد طلعت وقالت لا ده قطع اثريه. اعترف ان هو بيجمع، ووجدنا لديه 680 قطعه او 700 متحف في 6 اكتوبر. 6 اكتوبر في شقه توابيت. ويعني يعني ما اشتريهاش طبعا من خلال الخليل. ما هو ما قدرش. هو ما اشتريهاش، ده هو بيدعي عشان يتهرب من المسؤوليه. هو جمع من الناس، هو جمع من عايز يهربه وبيخرج بالقطعه. هي دي خطوط التهريب. ففي المقام الاول تجديد. طب احنا ما عندناش معلومات عن الشبكات او المافيات دي. في معلومات يعني لازم هنفضل نستنى كل بحث الاثار. هل هنستنى كل شهر كل سنه او سنتين لما حادثه تحصل ونكشف حد؟ انا متوقع ان ده بيحصل تقريبا بصفه يوميه او شهريه. وفي ضبط لو حضرتك يوميا. انا معني بقضايا المضبوطات داخل مصر، وهناك ضبطيات يعني تكاد تكون قضيه او قضيتين في اليوم. في اليوم في اليوم واكثر. تمام. يعني ثلاث قضايا في اليوم. طيب ده معناه انت عارف حضرتك النسبه اللي بتقول لو انا ضبطت حد وقع في اليوم معناها ان في
خمسة أو ستة فلتوا. فيهم اتنين غير فيهم الواقع كده يعني في المخدرات كده يقول لك إدارة عمل مخدرات في المية كذا لو عمل كذا يبقى اللي دخل كذا. فيهم قطعتين غير آثار وقطع أثرية يعني تلتين وتلت. وسط الحاجة قطع أثرية. على المستوى المحلي كيفية ضبط؟ هو العمل الإجرامي صعب ضبطه يعني حتى التهريب عملية التهريب أنا عندي قطع. طب هل إحنا ينفع نعدل القانون بالاتفاق هنا حضراتكم في المنافس إنه مش هي الأجهزة بتاعت الإكس راي دي مش دي بتكشف كل حاجه المفروض يعني هتبين ان ده شكله تمثال شكله تعبان او عمله او ما نخليش بقى الموضوع ان بتاع الجمرك لما يستدعيك انت المفروض بتاع الامن اللي قاعد على الجهاز ده اول ما يشوف حاجه شكلها تمثال اوتوماتيك حضرتك احنا ادينا دورات تدريبيه حضرتك ادينا دورات تدريبيه اللي هو على الكيفيه ما يعرض لان احيانا هو مفكر الامن مفكر تمثال بس وانا مش عايز لكن في مخطوطات انا مش عايز يا دكتور فكره ما يعرض انا عايز ان انا صلاحيتي على كل ما يمر على الجهاز فتغيير القانون فرض الشرطه قاعد على الجهاز لازم يقعد جنبيه فرض من طول كده ايوه لا عشان لا لازم. جربنا يا دكتور لا الموضوع ده يقعد علشان يشوف ده جربنا في حاجه اشكاليه كبيره جدا حصل اشكاليه كبيره كنت دكتور ليس علشان ما نتكلمش على واحد داخل المطار طب ثانيه ما بتكلمش على واحد داخل المطار لان داخل المطار داخل بقطع صغيره بالضبط. بتكلم على توابيت خشبيه كبيره بتدخل في كونتينر في موبيليا من بره والتوابيت الخشبيه من جوه يعني انا عندي القطعه اللي جت من امريكا دي طلعت من مصر عن طريق مواني بحريه راحت دبي من دبي راحت امريكا فهي العمليه في 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 الجمارك عالميا انا ما بتكلمش عن هنا عالميا لا يستطيع ان يمرر جميع الكونتينرات على الكونتينرات ما يقدرش يطبقها وبياخد عينه ففكره الحمايه انا بتكلم على فكره حمايه انا بتفق على موضوع توعيه بتفق على موضوع تغيير خطاب ديني لان ازاي هقول لواحد مستواه الثقافي متواضع وواحد يطلع شيخ يقول له تجاره الاثار حلال يبقى انا بتكلم دلوقتي في بارادوكس انا بقول له قانون وملكيه عامه وهو مقتنع انها حلال انا في دي بالذات بقى عايز الشيخ يقول للناس دي اصنام فحرام يبعدوا لا ما هو احيانا قالوا ما دام حجر يبقى اصنام كسره ولكن لو ذهب كسره وبيعه يا سلام دي طلعت هي الحل بسيط جدا هي حماية دايما أنا بتكلم باخد النقطة من الأستاذ أحمد هي تربية نشأ وعندي مراكز شباب في كل حتة متعاون جهة الدولة طب ليه ما لا يتم إعداد ندوات من رجال الدين للتوعية طيب ده كلام هو الوعي الأسري حضرتك ده حل المشكلة هيحل جزء كبير جدا من المشكلة وبعدين وسائل الإعلام المصرية معلش تتحمل المسؤولية الكبرى في نشر الوعي الأسري طيب استثمر وسائل الإعلام هي بتجيب احنا اللي لابسين في كل حاجة معلش وسائل الإعلام بتظهر الجانب السلبي مثلا تهريب الآثار ده كويس هتظهر الجانب السلبي لكن يعني احنا ضابطين اكتر من 70 ابعتولنا يا ريس ابعتولنا ما انت لسه مش قلت حاجة سرية كده مش عارف ايه ما تعملوا برامج يا استاذ سامر عن الآثار وعن اهميتها عشان توعي الناس بيها السلام عليكم شرفتونا شكرا دكتور شكرا يا عمرو شكرا يا عمرو شكرا بكره ان شاء الله Thank you.